أين هو علي؟ لا أرى عليا. إن عليا ليس في وسط الجند، رأيته مرة وهو يخبز الخبز للجنود يا رسول الله. ألم يكن هنالك من يصنع الخبز للجند غيرك؟ لقد أرسل رسول الله في طلبك. إن قلعة الخيبريين المتعالية تنادي باسمك. إن محمدا قد أرسل في طلب علي. علي؟ أجل، علي ابن أبي طالب.